كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. ركمتم أستاذي تجربة لا يستهان بها على مستوى الفني والذوق الفني. غائب بعض الأحيان إن لم نقل في غالبية يتعرض بعض الممثلين إلى إشاعات وأخرى مغرضة، وبعض الأحيان أيضا بعض الممثلين يتورطون. ما يمكنك أن تقول في المشهد الذي طرأ الأسبوع السابق بخصوص البشير شكيرش؟ وما كنبش عليك، احنا بالعكس تنتبرؤ من هاد الكلام اللي نطق به سي بشير شكيرش، لان ما عجبناش ما نكذبش عليك، لان شيء مؤسف ان فنان كبير وقدير انه يقول بحال هاد الكلام. هذا كلام اللي ما مسنا كاملين، مسنا في وطننا، مسنا في المقدسات ديالنا، مسنا في ملكنا اللي تنحبو وتنعشقوه، لان الفن الملك ديالنا دائما كان تيحب جميع الفنانين وكان تيغير عليهم ودائما تتلقاه في صفهم وفي جنبهم في جميع المحن. انه وقف مع مجموعه من الفنانين على المستوى في الجانب الصحي او في الجانب الاجتماعي، كان دائما السند الوحيد ديالنا هو سيدنا صاحب الجلاله الملك محمد السادس، الله ينصره لنا، الله ينصره والله يخليه لنا. ولكن هذا الشيء اللي نطق به حنا تنتبرؤوا منه، وما يمكنش لنا اننا نساندوا في اي ظرف كيفما كان، لان انسان اللي تخطى الحدود الخطوط الحمراء. لو وضعنا استاذ كبير جاجنا مكان رئاسه للمحكمه، ما هو الحكم الذي ستصدر على البشير شكيرش؟ وما يمكنش لي أن نكون، ما كنت عليك، أنا برنامج ديال المداولة، أنا برنامج لي برنامج لي محبوب عن جميع الجماهير المغربية، واللي تطرح قضايا واقعية واللي وقانونية، واللي تلعب واحد الدور تحسيسي وتوعوي في المجال الاجتماعي. هذا ما يمكنش أننا نتزايدوا فيه، ما يمكنش. أنا كنا جميع الناس، ماشي غير فنانين، حتى المواطنين، جميع المجتمع المدني والمجتمع المغربي، أنه تتبرأ من هذا الكلام اللي فاه به. ولكم بوطنيتكم التي لا، وتحية أخوية لكم. تحية لكم كذلك.